شركة شاومي أعلنت عن إطلاق جهاز البوكو ام 3 برو ال 5G في الهند، واللي جاي بتصميم غريب شويتين. تعال نعرف إيه التصميم اللي نازل بيه والمواصفات اللي المفروض بتختلف عن البوكو ام 3 العادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. شركة شاومي اطلقت رسميا جهاز البوكو ام 3 برو ال 5G في الهند، واللي المفروض جاي بمواصفات بتختلف عن البوكو ام 3 العادي، الا انه بالنسبة للتصميم حاسس ان هو رايح شويتين ناحية السامسونج جالاكسي S21، او ده يمكن نظرتي، يعني ممكن تشوف حاجة مختلفة، الا اني حسيت ان هو فعلا واخد الستايل بتاعها جدا. طبعا جهاز البوكو ام 3 برو ال 5G جاي بمواصفات تختلف الى حد ما عن جهاز البوكو ام 3 العادي، يعني من ناحيه مثلا المعالج هيكون دايمنسيتي 700، واللي المفروض هيكون اقوى من المعالج اللي كان موجود في البوكو ام 3 العادي اللي هو السناب دراجون 662. وكمان الجهاز جاي بتنوع في الرام، يعني الرام 4 جيجا او 6 جيجا، وده على عكس البوكو ام 3 العادي اللي الرام فيه 4 جيجا بس. وبالنسبه للواجهه فالجهاز هيكون جاي بالميواي 12 واللي مبني على اندرويد 11، على عكس جهاز البوكو ام 3 العادي اللي بيطلع باندرويد 10. ومن بين المواصفات المشتركه ما بين الجهازين البوكو ام 3 برو ال 5G والبوكو ام 3 العادي، هما الاثنين جايين بنفس تصميم الكاميرات، الاولى 48 ميجا بكسل، الثانيه 2 ميجا بكسل ماكرو، والثالثه 2 ميجا بكسل ديبث. وبالنسبه للكاميرا الاماميه في الجهازين فهي 8 ميجا بكسل، الا انه من المميزات اللي هتكون موجوده في البوكو ام 3 برو ال 5G وما كانتش موجوده في البوكو ام 3 العادي، هو انه هيكون ب 90 هرتز رد للشاشه. لكن للاسف بقى، رغم ان المفروض البوكو ام 3 برو 5G تحديث وابجريد عن البوكو ام 3 العادي، الا انه جاي ببطاريه 5000 ملي امبير، على عكس جهاز البوكو ام 3 اللي كان جايب بطاريه 6000 ملي امبير. لكن يظل بقى الشحن السريع عامل مشترك ما بين الاثنين، بحيث ان الاثنين جايين بشحن سريع 18 واط. يعني نقدر نقول ان جهاز البوكو ام 3 برو ال 5G هو عبارة عن ابجريد فعليا عن جهاز البوكو ام 3 العادي بعيدا عن البطارية. ولو انت يعني عمال تشبه انت شفت المواصفات دي فين او سمعت عنها فين، فنقدر نقول ان هو ريبراندنج لجهاز الريدمي نوت 10 ال 5G. وكأن ريدمي مش بس بتنافس نفسها، الا انها عايزة تنزل اكتر من جهاز يكونوا قريبين من المواصفات اللي موجودة في السوق في نفس النطاق ده، علشان تكون واخدة حتة اكبر من السوق. الا انه بيتوقع في مواقع التقنية ان الجهاز ده لما هينزل عالميا هيكون بسعر اقل الى حد ما من جهاز الريدمي نوت 10 ال 5G. واخيرا بقى، فالجهاز تم الاعلان عنه في الهند، الا انه لسه مش متاح للبيع، هيكون متاح للبيع قريب، وبيتم تجهيزه للنزول في اوروبا، وبوكو بتاكد ان الجهاز هيتم نشره على مستوى العالم في اسرع وقت ممكن. فلو انت مهتم بالجهاز ده وعجبك التصميم فتقدر تستناه، خصوصا وانه لسه باقي المواصفات ما تمش الكشف عنها، لكن واضح ان المواصفات هتكون قويه جدا، وكمان على عكس اجهزه ثانيه وارد بشكل كبير انه ينزل مصر، الا انه لسه مش اكيد. ودي كانت نهايه الفيديو، شكرا للمتابعه، نلقاكم على خير.